السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم احبائي، اليوم سنتعرف عن شخص جالس على عرش اغنى رجل في العالم. Good afternoon. It's an honor to be here. ساعتكم مساء يشرفني ان اكون متواجدا معكم اليوم، واثمن واقدر الاستضافه من نعم انه بيل غيتس. يعتبر بيل غيتس مؤسس شركه مايكروسوفت، اي اغنى رجل في العالم حاليا. بعد ان استحوذ على لقب اغنى رجل في العالم منذ سنوات عديده، وذلك بفضل شركه مايكروسوفت ومنتجاتها التي غزت كل بيوت العالم، بما في ذلك نظام التشغيل الأوسع ويندوز. واليوم سنتعرف عن بعض المعلومات أنا متأكد 90% أنك لا تعرفها عنه. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ودعمنا باللايك، لأن هذا أول فيديو لنا وتشجيع لنا، شكرا. المعلومة الأولى، هل تعلم لو كان لبيل غيتس دولة فهي ستكون الدولة الثالثة وستون الأغنى في العالم، يعني ثروته تعادل ميزانية بعض الدول الأوروبية والآسيوية أيضا. في سنة 2014 كان بيل غيتس يربح 663 مليون دولار في كل شهر، و21 مليون دولار في كل يوم وحوالي مليون دولار في كل ساعة. أنا أعلم أن بعض منكم سيقول يا حسرة على أبناء بيل غيتس الذي سيأتون كل هذه الثروة، ولكن بيل غيتس قال أنه سيأتون 10 ملايين دولار أصل 90 مليار دولار، وهو حقا رقم فلكي. ويقول بيل غيتس أن ترك هذا المبلغ الهائل لهم لن يكون في مصلحتهم. والمعلومة الثالثة هي، هل فكرتم يوما أو تخيلتم منزل بيل غيتس؟ عفوا أقصد قصر بيل غيتس. دعوني أريكم بعض المعلومات عن قصره وأقفلوا أفواهكم من الصدمة. قصر بيل غيتس هو أغنى قصر في العالم، فقيمته تبلغ 123 مليون دولار، أي أغنى من منزل مارك زوكربيرغ صاحب شركة فيسبوك ومنزل كريستيانو رونالدو ومنزل ليون ميسي مجتمعين معا. فإذا كنتم تريدون الجزء الثاني لهذا الفيديو فقلوها لي في التعليقات. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.